اوكي، مرحبا شباب، كيف حالكم؟ معكم راني طبعا. نحن بهذا الفيديو راح نفرجيكم كيف بنطلع مصاري، يعني او نحكي لكم، وما راح نفرجيكم شيء غير انه بس راح نحكي لكم الحكي كيف طلع مصاري من الجوجل. هلا ما حدا يفكر جوجل يعني انه شو اسمه بيضة ذهبية تبعية الوزة ولا شو يسموها، يعني اوكي لا، بس المصاري اللي حتيجي من الجوجل بتغطي لك يا اخي، خلينا نقول مبدئيا غير لك خطي لك شيء زي الانترنت، يمكن كم جيم تلعبها على الايفون بتدفع حقهم بتصير تشتريهم، اوكي، بس ما تفكر انك رح تقدر تصرف على حالك منهم، يعني ما تفكر حالك زي اللي بطلع مثلا $1000 بالشهر، لا ما تفكر الشيء. هيدي بس بتغطي لك شيء انك تضلك متصل على الانترنت، اوكي، او اذا انت مستاهل تدفع على الانترنت مثلا، بس انا عارف لانه اللي بيشتغل بالاي تي اجباري يكون عنده انترنت، وانا بدفع حتى منها حق الفي بي اس تبعتي، تمام. هلا بطلع لك شيء بالكثير، اقول يا سيدي طبعا انت مش بس من التطبيقات الاندرويد بتطلعهم، بتطلعه كمان من شو اسمه، من فيديوهات اليوتيوب، تمام. في شيء اسمه الادسنس، اوكي، والاد موب، هول الاثنين اوكي هن بيطلعوا لك المصاري، تمام. وممكن كمان اذا ركبت دعايات على يعني برمجية الدعايات على الموقع اللي عندك، وكان عندك موقع له ايميل، اوكي، وطبعا جوجل عم بدوروا على شغلات هن بهمهم اياها عشان يعرضوا التطبيق على المواقع، فعلى هذا الاساس بيدفعوا لك مصاري، تمام. وطبعا بدفعوا لك في شيء اسمه سي بي ام، يعني كليك بير مينت، شو اسمه، ايه لحظة شوي، اللي هي اني مثلا انت على عدد الكبسات، اوكي، يعني كل 1000 كبسة بيجيك سنت واحد فيهم، سنت، عرفت شو؟ سنت قرش واحد بس، اوكي، فقرش امريكي واحد، سنت امريكي واحد ما غيره، عرفت شو؟ فكل 1000 كبسة بيجيك هالقد، تمام. ويمكن كمان بيحسبوا انه مثلا يطلع لك شي كبسات غلط، مثلا انت بكبس حدا مكبس على شو، بشيلوهم من العداد، تمام. هلا وبسواش حدا كمان تيجي تخبر العالم تعرف بسوري غصب عنكم وما شو، لا ما بسواش هذا، ممنوع تقولها هي، تمام. هلا كيف بنسجل في هذا الموضوع او كيف بنشترك فيه؟ اولا بدك تجيب حساب بنكي برقم دولي اللي هو مسميه الايبان، اي بي اي ان، اوكي. الايبان هي اختصار الانترناشونال بانكينج بانك اكاونت نمبر، اوكي، يعني الرقم الحساب الدولي، اوكي. هذا عن طريق جوجل بتحول لك المصاري لحتى يوصلوا عندك على حسابك البنكي. اثنين، لازم يكون معك، خليني اشوف وين حطيتها، تمام، ايه لازم يكون معك رقم يعني كارت ماستر كارد، تمام، هيدي ماستر كارد تاعتي، تمام. بدك تجيبها هاي الذهبيه، تجيبش فيزا، في بيمشي فيزا بس جوز فيزا، في منه فيزا بيجي مكتوب عليها فيزا الكترون، هاي لا تجيبها، مشان هيك اهون لك وافضل لك واريح لك تجيب ماستر، لانه الماستر ما عندهم كذا نوع من الفيزا كارد. وبعدين بتجيب الديبت كارد، يعني الديبت يعني هي اللي بتشتري فيها، تمام، بيطلع لك رقم ولازم تكون تجيبها ماستر ذهبيه، تمام. الماستر الذهبية هاي بتخليك انك تصير تشتغل على الانترنت وين ما تروح، تمام. وانا يعني يمكن صار في كثير شغلات اذا بشتري من موقع علي اكسبرس والامازون وماشي الحال عليهم، ماشي، فلازم تجيب هيك كارت. هلا طبعا بدك تجيب هويتك، شو اسمه، ويمكن البنك نفسه يطلب منك انك شو اسمه، يعني يقول لك ممنوع تفتح حساب عندنا الا باقل قدر مثلا يمكن 2000 او $3000. طب انت منين تجيبهم هول اذا ما معك هن؟ يا اهلك بيفتحوا لك حساب لحال، او بتستعمل رقم حسابك، رقم حسابهم، تمام. خلي كارت البنك، او هن بصير كمان بصير تستعمل كارت البنك تاعهم، تمام. هلا بقول لك ليش بدك كارت ماستر ذهبي هذا. انت مش قصة انه مجبور بكارت ماستر مثل ما حكيت، بس انا بهذا اللي بنصح فيه وبقوة وبشدة لانه شغال معي، اوكي، وخاصة بلادنا العربية، يعني نحكي الصراحة. بعدين شو،
فاذا تفتح حساب كيف تجيب تقنع رفقاتك، حاول تقنع رفقاتك بس انه يابا ينحط المصاري بقلب الحساب، يفتحوا لك الحساب، تجبر البنك ينفتح الحساب، وبالتالي بتسحب المصاري بنفس النهار. تمام، تستعملوا الاي تي ام بس مجرد تجيك الكارت تبع الماستر اللي هو نفسه اصلا كارت الاي تي ام، بتسحب كل المصاري وتفرغ منه ال 3000 دولار او ال 2000 دولار اللي هن طالبينه البنك. ماشي؟ طيب وبعدين بالتالي كل شهر البنك راح يخصم على، يعني راح يتحول يعني حسابك البنكي زي صندوق مصاري، بس صندوق بريد مصاري مش اكثر. البنك مثلا حسب كل بنك كيف بيخصم حوالته. هلا بالنسبه له البنك هو كل شهر بياخذ شي دولارين او ثلاثه بالشهر، هو لانك انت مستاجر هالصندوق البريد زي بدك تقول. هلا لما يجيك حوالي من برا، انا هالاسبوع مثلا مشترك باحد البنوك يعني بلبنان، شو اسمه الحساب نفسه خاصمين لي منه 10 دولار بالاخر الحوالي جتني من جوجل. تمام، وبعدين عمليه هاي كلها تبعت دعايات، يعني دوب بتطلع لك شيء 50 دولار بالشهر او شيء هيك بهالمستوى. هول بس بخلوك انك تدفع حق الانترنت او مرات البي بي اس تبعي لانه سنوي هذا، فما بيكلفنيش كثير. اوكي، فانت هدول خليهم ما تصرفون على شيء ثاني. اوكي، خلينا لشغلك اي تي، هدول البيز تاعك. اوكي، كثير مهم يكون عندك بي بي اس، تعمل موقع خاص فيك، تجرب عليه، تبث عليه كل اغراضك، وكمان يوتيوب كمان بتحاول بس تفتح قناه جديده شو اسمه موجود هو فيه، بس تفتح انت بنفس حسابك وتضلك على نفس الايميل اللي تكتبه. ايميل جوجل الواحد هذا بيقدم لك خدمات يعني لشتى، يعني من بيناتها الاندرويد، تطبيقات اندرويد مش بس تحميلها، كمان دروب بوكس، كلهم هولي، اليوتيوب، كلهم مع بعض يعني بتقدموا على نفس هذا الايميل، مش بس كمان ناس، يعني مش مجرد لانه واحد يراسلك عليه. وما تنسى كلمه السر، في كثير ناس بيفتح هذا وبينسى، بفكر الامور انه يلا يلا اوكي انه خلص مشينا يا عمي. لا، شو مشينا، وهدول كمان الصور تبعونك وشغلك كله هذا بروح عند جوجل اذا انت ما تركته هيك قدام. طيب نرجع للموضوع، ما استطلت شوي ناس. طيب هلا الكارت الماستر الذهبي نفسه هذا مهم، لانه رح تشتري فيه من خلال الرقم اللي حيبين بالواجهه زي ما من المضرحه الذهبيه فرجتكم اياها، ومن الظهر في الرقم الثاني وفي اسمك وفي الرقم التاريخ لانتهاء الصلاحيه، انتهاء الصلاحيه الشهر والسنه. تمام، هول بتعبيهم بقلب الصفحه لتشتري من خلال صفحه اسمها، في اول شيء الوالت اوكي، وفي بعدين عندهم الميرشنت اوكي. الميرشنت هي اللي من خلالها انت بتصير تبلش شو تقبض مصاري للتطبيقات المدفوعه. طيب هي كمان عليها قصه كثير مهمه، بس انت من خلال شرائك بالوالت بتشتري مره للعمر اوكي ب 25 دولار هالصلاحيه انك انت تقدر ترفع تطبيقات على البلاي ستور. بتجيب بعدين خلال برمجيتك اللي حتستعمل فيها لغه الجافا، وبالمره اوعك تتعلم شيء ثاني يعني مثل هذا الفون جاب والويب لعطريه الويب وهيك، انسى هذا كله، هذا تفنيس. اوكي، تعلم الصح، صح تستعمل لغه جافا لان هي اللغه الرسميه تبعيه الاندرويد، بالاضافه انك تستعمل لغه السي بلس بلس. اذا انت بعدك مش خريج جامعه وهذا، روح تعلم جامعه حبيبي، ما تضيع وقتك. اوكي، وما حدا يقول لي الجامعة أحسن، الجامعة فيزا خلص يعرفوها هاي الجامعة كانت طز للي ولا منيحة ملاك، الجامعة فيزا مثل فيزا تنحط على جوازك السفر. أوكي، بدك تهاجر، بدك تسافر، بدك تخلص معاملاتك، بدك بضل دائما شهادتك الجامعية معك. تمام، بغض النظر بتحبها ما بتحبها بدك تعملها. تمام، احنا مش بنعملها على الفاضي يعني. ف شو اسمه، فبدك تتعلم سي بلس بلس، سي او سي بلس بلس نفس اللغه تقريبا يعني، والجافا. جافا من خلالها رح تصير تقدر تركب شو اسمه حزمه الاد موب اللي هي بتعرض الدعايات تبعت جوجل، بتحكي مع سيرفر الدعايات تبع جوجل على التطبيق بتنزل. طبعا في رح نحكي على الايفون هلا بس عشان ما انط كثير. وبعدين في كمان شو
بي اتش بي بدك تعرفها كمان اذا بدك تحكي مع تطبيق، يعني تطبيقك يحكي مع شيء العلاقه بالسيرفر بعيد اوكي عن التليفون. طبعا مش برنامج قاعد بس محلي، يعني ما بيعمل غير شغل محلي. مرات بدك شيء اشياء على بالويب سايت او على الانترنت على سيرفر بعيد، بتتحكم بالتليفون، بتتحكم بشيء معين يعني اوكي، بدك تطلب معلومات معينه. فبدك تعرف مثلا لغه سكريبت بتشتغل من خلال السيرفر اوكي، هذا الجهاز البعيد مثلا يا بالبي اتش بي، مرات بيكون في قاعده بيانات بتكون قاعده بالسيرفر، فبتستعمل يا بالبي اتش بي بالتي سي ال بالبايثون باي لغه كانت اوكي، بتقدر تحكي بتعمل حالها انه هي ويب سايت اوكي، او تولد لك ويب سايت وتكون شغاله على ويب سيرفر مثل شو اسمه مثل مايكروسوفت اي اي اس او اباتشي ويب سيرفر اوكي. والعالم غالبيته بتشتغل على اباتشي، يعني 60% من الدنيا شغال 60 ل 40% من الدنيا، وهذه مش احصاءات من عندي موجوده على النت تشوفوها، رح تلاقوا انه الغالبيه يشتغل اباتشي اوكي وبي اتش بي وهيك اوكي، او بيرل مثلا. المهم هلا بغض النظر، ممكن كمان بالجافا تشتغل تعمل ويب سايت بطريقه اسمها جي اس بي اذا حبيت، بس هي بتاكل رامات زياده اوكي. هلا مش وقت احكي تفاصيل تقنيه كثير. هلا طبعا هتستعمل شيء اسمه يا محرر، لانه جافا مشكلتها انه مش حتقدر تحفظ انت كل الدوائر، تحط كل شويه دليل لحد منك، فبدك اي دي اي اجباري اوكي، بدك برنامج محرر اكواد بنمط اي دي اي اوكي، انتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت. فانت هلا بتنزله مثل اكليبس او مثل اندرويد ستوديو، وبتصير بعدين تكتب تطبيقك الاندرويد فيه اوكي، وراح يتولد ملف بصيغه اي بي كي، ويعني هو مجرد ملف جافا اركايف، ملف جار اوكي، يعني هو برنامج جافا بالاخر بس بيشتغلش غير على الاندرويد، يعني اجهزه الاندرويد تمام، بسبب المكتبات المرفقه مع نظام الاندرويد. وبالمره عشان حدا الكل يفهم انه نظام اندرويد ونظام لينكس، فاذا بعدك ما بتعرف لينكس روح تعلم لينكس تمام. وانا لما ببرمج تطبيقات الاندرويد ببرمجهم على ويندوز اوكي، هاي غلطه كبيره لانه راح تتعب كثير. اشتغل مع الشيء اللي هو اصلا اساسه، يعني انا بستعمل لينكس بكل شيء تمام، او يا ريت لو فيني افوت مع الماك بمشي مع الماك، لانه لينكس وماك خوات. طيب هلا هي بس اشرب شوي. طيب هلا بيجي بعدين بالنسبه للايفون اوكي، والاي ماك والماك وهيك، التطبيقات الايفون الان والايباد هول اجباري يكون عندك جهاز ماكنتوش. طبعا جهاز الماكنتوش، وحتى لما كنت بدك تشتغل انت يعني حتى على الاندرويد، لو الاندرويد فيك تشتغل على نفس جهاز الماك اوكي، بس حي كده لك يعني اذا انت بتجيب جهاز ضعيف بعدد كورات قليله، يعني مش اقل من 4 كور، ما بتجيب شيء اقل من 4 كور واي 7، بدك يعني الاي 7 بيعطي مع 4 كور مع كواد كور، يعني بتاخذ انت 8 شو اسمه 8 ثريدز، 8 فروعات تشغيليه بنفس الوقت تشتغل. هذا الشيء رح يريح جهازك كثير، وحتى بتقدر تعمل بعدين تسجيلات فيديو مثل اللي عم بعملهم هلا اوكي، وتخلص الكومبريشن، تخلص كثير شغلات اوكي، ما رح تغصص جهازك اوكي. وبعدين كيف بدنا نحكي، اذا حتى اذا صح لك تجيب جهاز ببروسيسور زيون جيب 6 كور والكارت شاشه مخصوص جيب، اذا معك مصاري جيب اوكي، يعني كل ما كثرت احسن لك، عرفت شو؟ بعدين بتعرف انه كل الشباب اللي حواليك هذول بيقعدوا ساعه ليخلصوا شغلهم، انت بتكون خلصت، عرفت كيف؟ فالجافا يعني بتجيب اجل الجهاز من كثر ما هي بتاكل بمنطقته، فاجباري تجيب شو اسمه جهاز قوي كثير وواسع اوكي؟ واسع بطاقاته يعني اوكي؟ وبعدين شو كمان؟ لما بنحكي عن جهاز ماك، انه بقول لك جهاز ماك اجباري لانه برامج الايفون لازم تكتبها بالسويفت او بالاوبجيكتيف سي. وانا من شوي محذر عشان ما حداش يجي ينتقدني، انا من شوي محذر ما حدا يستعمل برامج الفون جاب ولا ما بعرف الزمارين، يمكن هذاك ما تستخدم تطبيقات اللي هي بتستعمل اللغات الغير رسميه اوكي، لانه لانه بسبب انه الدعم الكافي على الانترنت انك حتى تلاقي الجواب على اي شيء بيخطر في بالك مش عارف كيف بينحل او كيف بينعمل، لانه بدكش تنسى انك مش انت اللي عامل
الاندرويد. في ناس عاملينه وهني عارفين منهجيه الطريق منهجيته والطريقه تبعته. اوكي انه مثلا انا والله ليش بدي اعملها هيك، طب ما انا كان فيني اعملها هيك. لا، هن بدك تمشي هيك على طريقته لانه هن اللي عاملين النظام وهن عاملين شو اسمه البرنامج نفسه، شو وهن عاملين البرمجيه والاي بي اي والاس دي كي وكل هالقصص. اوكي انت ما بتعرف. اوكي فبده على اي حال بده حدا يدلك كيف تشتغله. طيب هلا انا ما بعلم اندرويد عندي بالقناه لانه حاطط هيك كم مشروع صغير بس ما بعلمه فعليا. اوكي لانه انا مش جاي اعلمك شغلات اصلا، يعني ما بحس داش يعني شيء، يعني اصلا شغل مش شيء هيك صعب اكاديمي شغلي هيك من الاشياء الصعبه، يعني عرفت شو يعني بحكيك قبل مالتي ثريدنج وهالقصص. اوكي هول صعبين، هول بدهم ناس وسي بلس بلس وام بي اي سي اتش وكل هاي الاشياء الجامعيه الاكاديميه هي اللي بدنا نحطها بقناتي. طيب يعني اكثر بحاول اركز على هذا الموضوع. مهم وهذا هو التميز اللي انا بدور عليه دائما. فبالنسبه لل مشان هيك اذا بالنسبه للماك اصلا اذا بقول لك اجباري لازم تجيب ماك، طبعا مش ضروري تشتري كمبيوتر ثاني، يعني خاصه عندك جهاز بتجيب نفس الاكليبس او الاندرويد ستوديو فيك تشتغلهم نفسهم على الماك. اوكي فانت بتصير لازم تشتري مثل هيك جهاز، طبعا انا اقل من 15 انش وشو اسمه اي 7 ب 4 كور، يعني بتكون عم تضيع وقت. جهاز من هالشكل لا يقل حقه عن 2000 دولار. اوكي وهذا فوق هذا كله. اوكي بدك تبرمج للماك كمان، ما هو كمان بعدين حتكسبها انك انت حتصير تقدر تكتب برامج ماك يعني بالطريقه الاصليه بالاوبجكتيف سي او بالسويفت لنظام الماك، مش ضروري تستعمل برنامج الجافا. اوكي برمجيه الجافا كلها بالكامل يعني حتى على الماكنتوش. تمام هلا على برنامج صالح مكتب يعني. فبهالحاله انت اوكي فوق هذا كله بدك تنشر تطبيقك على البلايس على الاب ستور على متجر التطبيقات الايفون والايباد او حتى اذا كنت بدك تنشر شيء للماك. يعني هن الماكنتوش بدهم 100 دولار سنوي منك. اوكي وهول ال 100 دولار يعني مش يعني تسالني طيب ليش جوجل مره واحده بالعمر؟ جوجل ما بيراقبوا البرامج قد ما الماك بيراقبوها. الماك مثلا اذا واحد شو اسمه بده ينشر تطبيقه الماكنتوش حيراجعوا لك شو اذا انت ماشي على كيف بدي اقول على شيء ما يسمى بالانجليزي جايد لاينز، على الخطوط العريضه تبع تصميم البرنامج. اوكي بدك تمشي عليهم، اذا شيء مش عاجبهم حتى لو مثلا شيء شافه انه هو من الجايد لاين بس يعني شو اسمه هيك بحسوا انه شيء مش مضبوط مش مرتاحين له بروحوا براجعين لك البرنامج. وصارت هاي معنا. اوكي ف يعني كنت عم اشتغل الناس اوكي واشتغل تطبيقات التليفون اوكي تصميمه يعني ومن بنات الايفون. فاجينا نشرنا ننشر التطبيق نطرونا اسبوعين حتى جابوا لنا خبر. اوكي طبعا مش احنا مش لحالنا على الانترنت الدنيا كلها. ف كرمال هيك يعني اذا تخيل انا صاحب شغل بدي اقعد الشخص نص الشهر من اسبوعين شو تقريبا نص الشهر بدي يعني انا بدفع للموظف اوكي شو اسمه حق شهر ومش بستفيد منه غير اسبوعين اوكي او ثلاثه وبس. اوكي والباقي قاعد بس عم بنطر اوكي ما فيني اكمل بالبرنامج الا لما اعمل هيك. فهذا الشيء مزعج لصاحب الشغل تمام، وكمان مزعج لك كمبرمج يعني شو انه في عندك شيء تشتغله مرات قاعد بتجي على الشغل ما في شيء تمام بس ناطر حتى يردوا خبر عليك الجماعه بس عم تجي بس انه مجرد اثبات وجودي يعني انك تجي جزء من الفريق. طيب فبهاي الحاله انت هيك بتكون تقدر تطلع مصاري وما حدا يستعجل عليها الشغله. يعني لتصير بدك شي حوالي السنه يمكن لحتى تبلش تقول انك عديت خلال يعني اول ما بلشت كنت اجيب مثلا نص دولار باليوم بالكثير، بعدين مع الوقت صارت اجيب 2 دولار باليوم، بعدين صرت شو اسمه هاي الاعلانات بس. اوكي وكنت احكي لكم كمان عن البيع، وبعدين
بتمرق ايام هيك طفره، هدول على راس السنه شيء، بعد راس السنه بشوي بيجي لك شيء 6 دولار 7 دولار هيك طفره هاي بكل السنه. تمام، وصلت معي ايام اجيب 4 دولار بالنهار. اوكي، هول مش سهلين يعني. هلا الجوجل بالفتره اللي انا عم بحكي فيها هلا شوي منخفض مردودهم، ما بعرف شو السبب، يمكن كثر المنافسه عليهم مشان هيك. بس ما حدا يتوقع انه مثلا انت حكيت انك انت تقدر تصرف على حالك، لا بدك وظيفه طبيعيه عاديه بس على اللي بتغطي لك انك تضلك متصل على النت، الناس تقدر تشوف شغلك. اوكي، وهذا جزء كان من السي في تبعتك يعني. اوكي، هلا اللي بصير بعد هيك بالنسبه للتطبيقات كيف تنباع، طبعا بدك فريق تسويق قوي. اوكي، او انت بدك تحاول تضلك كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم تشوف مجموعات الفيسبوك، مجموعات شو مكان على المواقع المهمه، وتبلش تنشر التطبيقات. تمام، او بتدفع مثلا الفيسبوك كم مقدره مشان تنشر التطبيق تاعك. اوكي، هون ينشروا لك اياه. طبعا هن كمان بالتالي حيقبضوا مصاري، وهيك انت الدعايات بتكون طيرتهم يعني، حق الدعايات اللي عم تجمعهم بتكون طيرتهم يعني، شغلك بتكون كمان على الفاضي بعد شوي. تمام، فهذه هون يعني كيف بدي اقول، بدك تكون يعني تكون انت عم تفتح حساب بنكي بدوله حليفه لامريكا، والاحرى يكون كمان يعني حليفه بقوه مع اسرائيل، تبوه لهاي. اوكي، عشان تصير تبيع يعني، اذا كان اول شيء يكون عندك حدا بامريكا ويزبط لك الوضع، وهو بصير تنزل مصاري بحسابه هو، وبعدين بعد فتره هو بحول لك، انه شو ما خسرت منه مش مشكله، انه هاي هي المصاري. تمام، فهي بس هاي الدول اللي مسموح لك فيها تبيع تطبيقات. ماشي، هلا بعرف كيف تغير الوضع حاليا، بس انا عم بقول لك من لما وقت ما سجلت من كم سنه كان ممنوع حدا يفتح حساب بيقدر يبيع تطبيقات عليه الا اذا كان من دوله حليفه لامريكا، يعني كل اوروبا، اسرائيل، شو في بعد دول، دول اللي هي محسوبه مثل الدول اللي كان يعني محسوبه على الاتحاد السوفيتي سابقا، هاي كمان، والدول العربيه بشكل عام، حتى لبنان كله، بس يمكن الاردن شوي، مصر شوي، هذول انا شوي عملوا اتفاقيات سلام مع اسرائيل مشان هيك ماشي الحال. وانا ما عم لهم حدا شيء، انتبهوا لهي. فهي حقيقة. اوكي، وهيك بده يصير معكم. تمام، واهلا وسهلا فيكم. يعني حكيت اللي بتذكره انا، و دير بالكم على حالكم. اوكي، السلام، باي. رجع شارك القناة وخبر رفقاتك عن القناة، واذا عندك محتوى اكاديمي بحث يا ريت تبعت لنا اياه، خلينا نحكي عنه. اوكي، السلام عليكم.